المسؤول الأول عن الإتاحة للأسعار في مصر وهو الدكتور إبراهيم العشماوي. إحنا بقى الهرم عندنا في مصر عامل إزاي؟ دور جهاز تنمية التجارة الداخلية هو ضبط الأسواق. واحد حصل على 500 مليون جنيه من بعض المواطنين في طنطا لتشغيلهم. 90% من التجارة عشوائية كانت عشوائية. ليه؟ لأن ما كانش فيه بنية تحتية. بتشتغل وانت مستريح؟ أنا دايما أؤمن بثقافة الناس. لما المواطن اللي عندي يحصل على سلعة جيدة بسعر مناسب، هل ده ضد الصناعة؟ التجارة هي قاطرة الصناعة. مش بالكلام مع منال السعيد، الخميس 7:00 مساء على شاشة المحور.